مشاهدون قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من شاطئ عين دياب، اخطر شاطئ في المغرب. هنا امامكم وعلى المباشر كتواجد واحد الحفرة كبيرة بزاف اللي يقدر يطيح فيها اي واحد ما كيعرفش يعوم وغادي يغرق. مجهودات كبيرة ديال السباحين المنقذين من اجل منع السباحة في هذه البلاصة هذه. شوفوا شنو واقع مشاهدينا على المباشر من شاطئ عين الدياب، اخطر شاطئ في المغرب كامل. السباحين المنقذين راه كتسمعهم كيصفروا على الجميع باش ما يدخلوش لهاد البلاصه هذه. هاد البلاصه هذه كاين حفره، انتم كتشوفوا ما كاينينش الماج، الماج قلال بزاف كتخرج حتى للاخر. اما الداخل هنايا هنا في هاد البلاصه هذه اللي كتشوفوا امامكم هنايا، تما راه ما كاينش الماج، تما كاينه الحفره وحفره خطيره بزاف اي واحد يقدر يطيح فيها. كنتمنى على انكم مشاهدينا تبارطاجيو المعلومه للجميع باش يعوموا في البلاصه اللي فيها الماج كيخرجوا لبرا. البلاصه اللي ما فيهاش الماج هنا في شاطئ عين الدياب بالخصوص ما يعوموش فيها وما يمشيوش ليها. بلاصه ما فيهاش الماج في عين الدياب ما تعومش فيها، راه كاين حفره تما وكاين الواد وتقدر تغرق في اي لحظه. السباحين المنقذين بالمنطقه ديال عين الدياب راهم دايرين اكثر من اللازم، راه كاين شي كيصفر من هنا شي كيصفر من ليه باش ما يغرق حتى شي واحد، باش هاد العام يخرجوا بزيرو حاله غرق. فكنتمنى على انكم اخوتي تبارطاجيو باش كلشي يستافد والمعلومه توصل للجميع. بارطاجيو هاد الصيف، بغيناه يدوز بخير وعلى خير، ما بغيناش مشاكل، ما بغيناش شي واحد يغرق، لان البحر خطير بزاف، البحر خطير بزاف. هنا في هاد البلاصه هادي راه كاينه حفره، شوف شوف معايا السباحين المنقذين هما كيجريو في هاد الاثناء. ربما شوف شوف معايا، شوف معايا اخوتي، شوف معايا، شوف شوف معايا، شوف معايا، شوف معايا، شوف معايا السباحين المنقذين، برافو ليهم وتبارك الله عليهم على المجهودات اللي كيقوموا بها. شوف شنو كيديروا في هاد الاثناء، راهما كيخرجوا عباد الله من ديك البلاصه، راهما كيخرجوا عباد الله من ديك البلاصه. برافو برافو للسباحين المنقذين على الحيطه والحضاره اللي كيمتازوا بها هنا في هذا الشاطئ هذا. برافو لهم لانهم فاهمين البحر، عارفين شنو كاين في البحر، راهم كيخرجوا عباد الله. شوف شوف كاينه حفره كبيره تما بزاف، كاينه حفره كبيره بزاف، كاينه حفره خطيره وكبيره بزاف تما يقدر يغرق اي واحد، راهم كيخرجوا في عباد الله. شوف معايا مشاهدينا شنو وقع على المباشر مع السباحين المنقذين بالمنطقه ديال عين الدياب، راهم كيحاولوا يبعدوا عباد الله من تما باش ما يغرقش شي واحد. وعباد الله سمعوا ليهم عفاكم، الله يرحم لكم الوالدين، سمعوا للسباحين المنقذين هما كيصفروا عليهم ما باغينش يخرجوا. الله يرحم لكم الوالدين، هضر معاك السباح المنقذ سمع ليه، الله يرحم لك الوالدين، الله يرحم لك الوالدين. يعني شوفوا معنا السباحين المنقذين هنا بالمنطقه ديال عين الدياب راهم كيقوموا بكثر من اللازم باش ما يغرق حتى شي واحد، راهم دايرين كثر من اللازم باش ما يغرق حتى شي واحد. نشوف كيفاش كيجريو على عباد الله من هذه الحفره واللي هي حفره كبيره بزاف هنا في الشاطئ ديال عين الدياب، يقدر يغرق في اي واحد. وكاينين وليدات صغار، كاينين شابات وشباب ما كيعرفوش يعوموا كيجيو للبحر. والوقايه المدنيه، السباحين المنقذين ها انتم شوف شوف راه ما كيجريو عليهم، راه ما كيحيدوا الناس من تما. الله يا ربي الله، للاسف للاسف الناس ما كيسمعوش الهضره ديال السباح المنقذ. السباح المنقذ كيصفر 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 والو ما باغينش يخرجوا، ما باغينش يخرجوا من ديك البلاصه. ها نشوف هنا راه كاينه حفره كبيره بزاف، راهم خايفين عليكم هاد الناس هادو اللي كتشوفوا هنايا، راه خايفين عليكم، راه ماشي كيصفر عليك غير هكاك، راه خايف عليك، خايف لا توقع عليك شي حاجه، خايف لا تغرق. اما تا هو يمشي يدير باراسول ويريح مع راسو وخلصو ديزا، ولكن نفسو ما تخليش نفسو ما تعطيش انه يشوف بنادم كيمشي للبلاصه الخطر ويخليه، ما يمكنش. الشعار ديالهم يا نموتوا بجوج يا نخرجوا بجوج. هادو السباحين المنقذين بالمنطقه ديال عين الدياب، كنبغي نشكرهم من هذا المنبر على المجهودات اللي كيقوموا بها من اجل انقاذ الارواح
البشرية وكيعطيهم تعليمات كيصفروا عليهم حيد من هنا راه هاد البلاصة خطيرة، هاد البلاصة راه ماشي ديال العمان، ولكن مع ذلك هاد الناس هادو كيمشيو وكيعوموا في البلايص الممنوعة للأسف للأسف. حتى الناس ما كتعاونش مع الوقاية المدنية، فاش كيهضر معاك السباح المنقذ يقول لك حيد من تما، حيد من تما خويا راه بلاصة خطر عليك، حيد من تما خويا، حيد من تما، يقول لك حيد حيد صافي صفر عليك، حيد ديك البلاصة فحفرة حيد أخويا، علاش غتعاود معاه الهضرة تبقى تجارة معاه ويصفر عليك من هنا وانت تهرب ليه من ليه؟ علاش أخويا علاش علاش؟ هاد البلاصة دي اللي أنا فيها دابا حاليا كاينة هنا حفرة، كاينة حفرة خطيرة بزاف، حفرة كاينة وسط الماء، ما غاديش تبان لك انت، غيبان لك غير الماء، غيبان لك البحر عادي، ولكن الوقايه المدنيه راه محضرين عباد الله كيقول لي حيد من تما، ومع ذلك كيمشيو يعوموا في دوك البلايص. ها انتم شتو هما من الصباح وما كيصفروا على هاد الناس هما باقيين داخلين الماء. اذا حتى المواطن فيه مشكل، حتى المواطن راه فيه المشكل. انا فاش غيصفر عليا السباح المنقذ اللي خايف عليا خايف على سلامتي وغنبقى نعوم في ديك البلاصه، اذا شنو انا باغي الموت لراسي؟ انا كنقلب على الخلال راسي. فالله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين، سمعوا السباحين المنقذين راه كيتجاراو على قبلكم، راه كيصفروا على قبلكم، حيد اخويا من تما البحر خطير، حيد اخويا من تما، تعاودش معاه الهضره، ماشي حتى تغرق عا باش نقولوا واناري وهادي صافي صفر، حيد من تما حيد من تما. يعني شوف معايا المجهودات اللي كيقوموا بها السباحين المنقذين هنا في عين الدياب، راه مجهودات كبيره بزاف، راه الالاف ديال عباد الله كتجي لهم هنا للبحر، وهذيك الالاف راه في غير واحد 20% اللي كتسمع الهضره، اما 80% كامله راه ما باغا تسمع الهضره، راه جايه باغا تشلبط في الماء، باغا تدور، باغا الهلاك لراسها. انا فاش غيصفر عليا السباح المنقذ يقول لي بعد من تما، راه خصني بعد من تما. يعني هاي واحد الشابه كتعوم بوحدها تمايا، ما كاينش والو، ما سمعاتش من الصباح هما كيهضروا معاها، وهاد البلاصه ديال اللي كتعوم فيها راه كاين الواد هنا، كاين حفره. الان غادي يدخلوا الجيتسكي في هاد الاثناء، ربما كاينه شي حاله غرق، ربما كاينه شي حاله غرق. شي واحد غرق، لا حول ولا قوة إلا بالله، شي واحد غرق أخوتي دابا في الأثناء. يعني شوف راه كيصفروا عليهم حيد حيد حيد، ومع ذلك بنادم داخل، هما غيدخلوا في هاد الأثناء الجيتسكي، ربما غرق شي واحد. الله يدير شي تاويل ديال الخير. شوف شوف شوف، ها علاش كنقول لكم ردوا البال في البحر، عين الدياب راه خطير، شاطئ عين الدياب راه من أخطر الشواطئ في المغرب. سمعوا السباحين المنقذين، الله يرحم لكم الوالدين، سمعوا السباحين المنقذين فاش يديو معاك ويصفر عليك، سمع ليه، الله يرحم لكم الوالدين. ها انتم شوف هما غيدخلوا دابا، شي واحد غرق غيدخلوا باش يجبدوه. شوف شوف الحيطه والحضاره اللي كيمتازوا بها السباحين المنقذين، مجهودات كبيره، كيصفروا على بنادم حيد من تما، ومع ذلك بنادم كيبقى لهم تما. ها هو دابا شي واحد غرق، هذا غيكون من هذوك اللي ما كيسمعوش، مليون في المئه غيكون من هذوك اللي ما كيسمعوش. شوف هما باغيين يدخلوا الجيتسكي وبنادم مجموع عليهم، ما فهمتش ما فهمتش ما فهمتش ما فهمتش ما فهمتش. يا ربي السلامة، شي واحد غرق في هاد الأثناء مشاهدينا في الشاطئ ديال عين الدياب. راه غيدخلوا جيت سكي دابا، غيدخلوا باش يشوفوا فين غرق، غادي نحاول ناخذ أخوتي المعلومات، نشوف فين غرق هاد الدري هذا أو هاد البنت. شوف شوف جيت سكي غدخل دابا، شي واحد غرق اخوتي دابا في البحر، دعيو معاه، الله يرحم لكم الوالدين، دعيو معاه اخوتي عافاكم، دعيو معاه اخوتي عافاكم، الله يرحم لكم الوالدين، دعيو معاه. هذا غيكون شي واحد ما كيسمعش الهضره، باينه هذا غادي يكون شي واحد ما كيسمعش الهضره، شي واحد هذا ما كيسمعش الهضره. هما غيدخلوا دابا جيت سكي لداخل باش يجبدوا هذا اللي غرق او لا هذه اللي غرقات. عمليه ديال الانقاذ على المباشر مشاهدينا من شاطئ عين دياب، بنادم كيقلب على الموت لراسو، بنادم كيهضروا معاه كيصفروا عليه حيد من تما، كيصفر عليك حيد من تما، ومع ذلك بنادم كيبقى يعوم في ديك البلاصه. راه كاين البحر، هذا البحر راه خطير بزاف، راه فيه حفاري، فيه الويدان، فيه الجره، فيه جميع الامور الخايبه اللي غطيح لك على بالك كاينه هنايا في هذا الشاطئ هذا.
يعني السباحين المنقذين غيدخلوا مشاهدينا في الاثناء باش ينقذوا شي غارق. دعواتكم اخوتي، دعيوا عفاكم وبارطاجيو هذا اللايف باش المعلومه توصل للجميع. اسمع للسباح المنقذ، اسمع للسباح المنقذ، يصفر عليك راه خايف عليك، يصفر عليك يقول لك حيد من تما حيد من تما، يصفر عليك يقول لك حيد من تما حيد من تما، ما تعاودش معاه الهضره. بارطاجيو الاخوان باش الرساله توصل للجميع، المعلومه بغيتها توصل للجميع. الناس اللي كيهبطوا العين الدياب، اقسم بالله الا الحمي بورش عليا دابا كنشوف اما داخلين، شوف واش غادي يجبدوا حي واش ميت. العلم لله، راه هما داخلين، راه هما داخلين باش غينقضوا هذا اللي غرق. ما كيسمعوش الهضره، هاد البلاصه هادي راه ممنوع فيها العومان عباد الله، راه ممنوع فيها العومان، ومع ذلك بنادم داخل كيعوم، كيصفروا عليه حيد وحيد من تما، وبنادم باقي كيعوم. علاش كيقلب هذا بنادم هذا؟ علاش كيقلب؟ بيني وبينكم علاش كيقلب؟ بارطاجيو اخوتي المعلومة توصل للجميع، بارطاجيو المعلومة توصل للجميع. عملية الإنقاذ على المباشر من طرف الوقاية المدنية بالمنطقة ديال عين الدياب. شوفوا السباحين المنقذين شنو كيديروا في هاد الأثناء، هما غيدخلوا لداخل، ربما غرق شي واحد راه غيدخلوا. أنا سمعت بأن كاينة عملية إنقاذ، كاين عملية الإنقاذ دابا في هاد الأثناء على المباشر. فين غرق الله أعلم، فين غرق هذا ولا فين غرقات هذه الله أعلم. غادي نتسناو حتى يخرج، غنتسناو حتى يخرج. راه مول جيتسكي دخل داخل، مول جيتسكي دخل داخل. دعواتكم أخوتي عافاكم، ما تكون شي حاجة خايبة، دعواتكم الله يرحم لكم الوالدين. مول جيتسكي راه فين مشى، راه هو راه برافو ليه، برافو ليه، أقسم بالله إلا برافو ليه. هما في خدمة المواطن كينقضوا الارواح ديال الجميع. غادي نتسناو اخوتي دعواتكم، دعواتكم ما تكونش شي حاجه اللي خطيره بزاف، دعواتكم عفاكم، دعواتكم الله يرحم لكم الوالدين، دعواتكم. راه مشى دابا للجهه ديال سيدي عبد الرحمن، مشى للجهه ديال سيدي عبد الرحمن. دعواتكم اخوتي، دعواتكم، دعواتكم اخوتي مع السباحين المنقذين، دعواتكم مع هذا اللي غرق او هذه اللي غرقات، دعواتكم اخوتي عفاكم. الله يرحم لكم الوالدين، كنعاود نذكركم سمعوا الوقايه المدنيه، الله يرحم لك الوالدين. دو معك السباح المنقذ سمع ليه، ما تعاودش معاه الهضره. واش بنادم كيصفر عليك يقول لك حيد من تما وانت باقي كتعوم؟ علاش كتقلب؟ كتقلب على الموت. وفاش غرق، فاش غرق تقول اه الوقايه المدنيه ما دايرينش خدمتهم. لا سيدي دايرين خدمتهم، انت اللي ما كتسمعش الهضره، انت اللي ما كتسمعيش الهضره. انه كيصفر عليك يقول لك حيد من تما حيد من تما، راه هاد البلاصه هادي فيها حفره كبيره وصفروا على بنادم خرجوا، وبنادم باقي كيعوم تما، شنو تضاربوا معاهم؟ نسلخوا بنادم عاد باش ديك الساعه تخرج؟ لا صاحبي لا لا، بنادم هو اللي يكون شويه واعي ويكون فاهم. انا دابا حاليا انا شوني جيت على غفله للبحر هبط، راه بنادم ما كيسمعش، رانا شفت بنادم ما كيسمعش، بنادم بنادم باغي 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 الهلاك لراسو. يا ربي جبدوه على خير، يا ربي يكون باقي حي. يا ربي يكون باقي حي، يا ربي يكون باقي حي. نتمنوا نطلبوا السلامه ويا ربي يكون باقي عايش. انهم راهم دخلوا لداخل بالجيتسكي، دخلوا كيجريو، يا ربي يلقاوه حي، يا ربي يلقاوه حي، يا ربي يلقاوه حي. انا سمعتهم فاش كانوا كيتجراو كيقول لك كاين السوفتاج دابا، غيديروا شي عمليه انقاذ دابا، شي واحد غرق. هي فاش درت كنجري لعند جيتسكي، يا ربي جبدوه حي، يا ربي بنادم يبقى يسمع الهضره، يا ربي بنادم يبقى يسمع الهضره. صفر عليك اخويا السباح المنقذ واسمع ليه، الله يرحم لك الوالدين. صفر عليك قال لك خرج، وخرج اخويا، قال لك حيد من ديك البلاصه فيها حفره، خرج اخويا من ديك البلاصه راه فيها حفره. واش انت فاهم البحر اكثر منه؟ هما راه حياتهم كامله مدوزينها غير في البحر، غير باش ينقذوا بحالك اللي ما كيسمعوش الهضره. عوم اخويا في البلاصه اللي عامره، عوم في البلاصه اللي فيها الماتر ناجور، عوم في البلاصه اللي كيقول لك هما عوم فيها، عوم في البلاصه اللي كتلوح الماج لبرا. واش بنادم كيقول لك كاينه حفره تما وانت باقي كتعوم؟ علاش كتقلب؟ كتقلب على المشاكل.
يوسف كيقول لنا والله كيعصبوني كنشوفهم كيشدوا معاهم الضد. راه بنادم فيه المشكل، حنا غنرجعوا لبنادم فيه المشكل، راه بنادم ما كيسمعش الهضره. هانت شوف هما كيصفروا عليه وهو كيتلاح. هانت شوف هانت كلشي قدامكم، حتى حاجه ما غنخبيها عليكم، كلشي على المباشر. او كيصفر عليه وهو باغي كيتلاح. يلا اخوتي حيدوا الله يرحم لكم الوالدين، ما بغيناش شي واحد يغرق، ما بغيناش ما عرفتش والله ما عرفت. راهي عمليه ديال الانقاذ على المباشر مشاهدينا، راه غيدخلوا دابا في هذه الاثناء، ما عرف شنو كيديروا. اما هذه الخدمه ديالهم هو دار ديك اللعيبه، غيدخل تدرع، غيدخل تدرع. جيت سكي راهي جايه، جيت سكي راهي جايه، جيت سكي هي جايه اخوتي، خارجه جيت سكي دابا. برافو 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 للوقايه المدنيه، نتمنوا على انه يكون خير، يكون خير انه مشى لديك الجهه وجا دابا في هذه الاثناء لهنايا. برافو للسباحين المنقذين، برافو لهم، برافو لهم، لانهم كيديروا مجهود كبير باش بنادم ما يغرقش، باش بنادم ما يوقع عليه حتى شي حاجه. شوفوا معايا على المباشر، جيت سكي راهي داخله، واش هزا معاه شي واحد ولا لا؟ غنشوف شنو دايرين. جيت سكي راهي داخله، باقا وسط البحر، راه ما كيجريو على بنادم من لهيه، دخل عليهم بالجيت سكي باش يجري على بنادم من تمايا. والله الا عتي الحمي بورش عليا في هاد الاثناء، لان بنادم ما كيسمعش الهضره، وكتشوف بنادم كيرمي راسو للعافيه، بنادم كيرمي راسو للبحر، بنادم بغى يغرق، بنادم ما فهمتش انا بنادم شنو علاش كيقلب. لحد الان مازال ما فهمتش بنادم علاش كيقلب، لحد الان انا مازال ما فهمتش بنادم علاش كيقلب. بنادم صفر عليك السباح المنقذ، واسمع لي يا خويا الله يرحم لك الوالدين، صفر عليك راه غير خايف عليك، فاش يصفر عليك يقول لك حيد من تما، حيد اخويا من تما، ما تزيدش معاه اخويا الهضره، ما تزيدش معاه الهضره، صفر عليك عوم ودنيك طالقهم لبرا. سمعتي التصفيره؟ هز هز راسك شوف موراك، غادي يبان لك يشير بيديه، حيد اخويا سير فين قال لك عوم. سير اخويا فين قال لك عوم، سير تعوم. اما باش تبقى داخل البلاصه اللي خطيره، وهنا هنا في هذه البلاصه اللي كتشوفوا قدامكم راه كاينه حفره، هنا راه كاينه حفره، حفره خطيره بزاف، حفره خطيره بزاف. انت شوف ياك صفروا عليهم قبيله، ياك صفروا عليهم راه ما باغين كيعوم. اذا هنا المشكل راه ماشي في الوقايه المدنيه، المشكل في بنادم، المشكل في بنادم اللي كيجي للبحر. انا دابا وقفت غير هاد نص ساعه هادي تعصبت، والله حتى تعصبت، بنادم ما كيسمعش، بنادم ما كيسمعش. جيت سكي راهي باقا داخله ليه، طلبوا السلامه يا ربي، والله يدير شي تاويل ديال الخير. وبنادم سمعوا الهضره، الله يرحم لكم الوالدين، سمعوا الهضره صاحبي، سمعوا الهضره، يهضر معاك المترناجر، سمع ليه، ما تزيدش معاه الهضره.